فرحان بزاف بالاختيار ديالي والتكريم ديالي كعراب بمركز الاطفال الوضعيه خاصه، وفرحان بهذا التكريم. هو تكريم ويعني تشريف وتكليف في نفس الوقت. نتمنى انني نكون كنت خفيف على قلوب هاد الاطفال، سورتو ان شفنا ان كانت تاثر مني شافوني، ونتمنى ان شاء الله مستقبلا بحال اللي وعدت ان شاء الله غندير حفله خاصه لهاد الاطفال هادو بالحضور الاعلامي، لان الفنان ماشي فقط هو كيصدر اغاني ولكن عنده واحد الشق اجتماعي وثقافي اللي خاصو يكون دائما. فرحت بزاف ملي كتشوف الاطفال يعني في هذه الوضعيه هذه وحافظين اغانيك وتشوف الحب في عينيهم، واحد البراءه، يعني هذا الشيء كيبين بانك وصلتي لقلوبهم، ويعني قلوب فئه كبيره كبيره من الناس. هذا الشيء كيفرح بزاف. كما قلت كيوضع الفنان عنده واحد المسؤوليه، ماشي فقط يصدر اغانيه الخاصه يعني كوميرسيال، ولكن كذلك يهتم بهذا الشق هذا لانه مهم بزاف. شكرا الله عليك. ان شاء الله ان شاء الله قريبا. يعني كنفكر في هذا في هذا في هذا فهاد الشيء، ان شاء الله خاص يكون لها دراسه ويكون عندها واحد لوبجيكتيف بيان ديفيني ان شاء الله. أعطيت انطلاقه الموسم الدراسي يوم 1 اكتوبر على الصعيد الوطني، وفي اطار تتبع الدخول المدرسي وخاصه في اطار تنزيل المشروع رقم 4 والسهر ومواكبه الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه وفي وضعيات خاصه، نقوم اليوم بزياره ميدانيه وحضور واحد يعني مناسبه للتواجد مع الاطفال في واحد الجو جميل اللي حضروا معنا فيه فنانه، من اجل يعني المسانده ديال هاد الاطفال وادخال البهجه والسرور عليهم. مديريه انفا تحتضن ازيد من 10 ديال المراكز الخاصه لاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، كيتمدرسوا فيها ازيد من 300 مستفيد ومستفيده من هاد الفئه، واللي كنسهروا على تقديم جميع الخدمات سواء كانت تربويه سواء كانت طبيه او شبه طبيه او كانت كذلك مواكبه لهاد الاطفال. الحمد لله اليوم الشغال على المشروع ديال التربيه الدامجه هو مؤسس في القانون الاطار، نقوم بتسطير برامج خاصه بتنميه وتقويه القدرات ديال الموارد البشريه من خلال برامج ديال التكوين لمجموعه من الفئات، كذلك نشتغل على تاهيل بنيه الاستقبال وتجهيزها بالتجهيزات لائقه لهاد الاطفال في وضعيات خاصه، كذلك نشتغل على مجموعة من الأنشطة سواء كانت اجتماعية أو ثقافية أو فنية. الشأن ديال التربية هو شأن ديال الجميع، فبالتالي اليوم الوجود ديال الفنانين طبعا بالجانب ديال من غير المساندة فهو من الشأن ديالو أنه يجلب لنا ويستقطب لنا شركاء آخرين تهما تيعتقدوا أو كيأمنوا بالمدرسة المغربية وبالارتقاء ديالها. اليوم أعطنا الانطلاقة للعملية الخاصة بتمدرس الأطفال في وضعية خاصة في إطار واحد المركز اللي أسسته جمعية ملتقى بلادي بشراكة مع المندوبية الجهوية لوزارة التربية الوطنية بعملة دربيضة أنفا وبدعم من طرف المبادرة الوطنية التنمية البشرية. هذا المركز كيقدم مجموعة من الخدمات من خلال برامج تعليمية وكذلك خدمات اجتماعية طبية وشبه طبية، والهدف منه هو المساهمة في تمدرس هذه الأطفال والمساهمة كذلك في إعطائهم الحق للولوج للتمدرس من خلال مجموعة من البرامج اللي كتهدف بالأساس إدماج هذه الأطفال في الوسط الاجتماعي والعائلي بصفة عامة، وكذلك منحهم واحد البرامج تعليمية تواكب الحاجيات ديالهم باعتبارهم أطفال عندهم نفس الحقوق ونفس الواجبات وخاصهم حتى هما الفرصة ديالهم في التعليم. ومن هذا المنبر كانوا عندنا مجموعة ديال الشخصيات اللي حاضرة، منهم الفنان الغفولي اللي هو العراب الرسمي لهذا العملية، وكذلك مجموعة من الشركاء سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص. ومن هذا المنبر كنشكروا جميع المقاولات وجميع المتدخلين في هذا المجال على دعمهم المتواصل لجمعية ملتقى بلادي، وشكرا. Vamos. Okay.